أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ساعة مع رشا أبو الحسن. ما ينفعش نكون في شهر أكتوبر وما نتكلمش عن حرب أكتوبر المجيدة، ما نتكلمش عن أبطالنا، ما نتكلمش عن الناس اللي لحد النهاردة إحنا بنحس بالعزة والكرامة بفضلهم. ما نقدرش إن إحنا ما نقولش كل سنة وأنتم طيبين لكل الشعب المصري، لكل قواتنا المسلحة، لكل الشرطة والأمن، لكل حد كان له إيد في إن إحنا النهاردة عايشين بناء على ذكرى خالدة مخليانا طول الوقت رافعين راسنا لفوق، طول الوقت حاسين إحنا قد إيه حققنا انتصار. انتصار أعتقد إن كل التاريخ كتبه. النهاردة بيدرس في أكبر المدارس العسكرية في كل البلاد، في كل البلاد العالمية، مش على قد بس الدول العربية أو على قد مدارسنا هنا في مصر. أعتقد إن دي مناسبة مستحيل أي حد يقدر يتجاهلها. بس في الحقيقة يا جماعة، أنا لفت انتباهي حاجة مهمة جدا 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 وحبيت إن أنا أتكلم فيها النهاردة معاكم. النهاردة السوشيال ميديا في كل مكان، وأكتر الناس اللي بيتداولوا المواضيع والبوستس وكل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا أكترهم بيكون شباب. لفت انتباهي إن الشباب بالنسبة للموضوع ده النهاردة قسمين. في قسم قد إيه بيتكلم عن ذكرى الحرب وحرب أكتوبر، وقد إيه هو معتز بيها، وقد إيه فخور إن هو مصري. وللأسف في جزء تاني بيتكلم بكل تحكم، ما عجبنيش. يعني لفت انتباهي مثلا بوست امبارح حد بيقول مصر علمت على إسرائيل بخرطومين مية. إيه أنت فين حضرتك؟ يعني ما أنت ليك حق، أنت ما لقيتش اللي يعلمك، ما لقيتش اللي يوعيك، ما لقيتش اللي يفهمك يعني إيه حرب أكتوبر، ما لقيتش اللي يقول لك قد إيه ناس شهداء ماتت، قد إيه دم اختلط بالرمل اللي كان في سينا، قد إيه ناس ضحت بأرواحها، قد إيه ناس تعبت. أنت حضرتك صدقني يعني ما أعتقدش إن ينفع يكون مواطن مصري ويكون عايش على أرض مصر وما يحسش قد إيه إن الذكرى دي مهمة. وعلشان كده النهاردة اسمحوا لنا هيكون معانا على التليفون اللواء مجدي السباغ، بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، عشان يكلمنا عن ذكرياته، عشان يكلمنا عن قد إيه الناس دي تعبت، قد إيه الناس دي كان لها بصمة إن إحنا النهاردة نكون بنقول إن عندنا ذكرى نفتخر بيها ونحطها كمان تاج على راسنا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، حضرتك طبعا شرفتنا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا، وبنعتز جدا 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 بمداخله حضرتك معانا، وكنا نتمنى ان احنا نكون مع بعض النهارده، بس يعني حضرتك طبعا منورنا، ونتمنى ان حضرتك تكلمنا عن دور حضرتك في حرب اكتوبر المجيده. انا سعيد طبعا بهذا الاتصال والتداخل معاكم، وانكم دايما فاكرين ومتذكرين ابطال حرب اكتوبر. يا فندم انا يعني اقل حاجه تتقال لحضرتك ان انتوا فعلا تاج على راسنا كلنا. الله يخليك يا ست، والله يبارك فيك. ابطال اكتوبر يا ستي يعني تقريبا الشعب المصري كله، انا بعتبره ابطال اكتوبر، وليس اللي شاركوا ودخلوا المعركه بس، يعني كنا في الحرب كأفراد وصف وضباط، جزء من النسيج الشعب المصري العظيم اللي كان كله متكاتف ومستعد من سنة 67 ليوم 6 أكتوبر ده بفارغ الصبر. أيوه. علشان ناخد بطارنا ونرد كرامة مصر وشرف مصر، ونثبت للعالم إن الشعب المصري والجيش المصري جيش قادر على انه يرد كرامته وكرامه بلده، لانه اتظلم في 67، وده كان يعني شباب مصر، واحنا كنا لسه في شبابنا الحمد لله، كنا كلنا مستعدين وجاهزين وعايزين ندخل الحرب ونرد هذا الشرف العظيم. يعني الحمد لله. والله يا فندم انا دايما بقول ان بالنسبه لحرب اكتوبر احنا لو بنتكلم على ميزان القوى العسكري
ما بين مصر وما بين إسرائيل لو احنا يعني بناخد بيه، اعتقد ان ما كانش فيه اي تكافؤ الفرص. لو النصر كان بالأسلحة بس، ما اعتقدش برضو ان كان هيحالفنا الحظ في النصر. انا طول الوقت بعتقد ومؤمنة جدا ان انتصار اكتوبر كان اساسه بسالة الجندي المصري، المجتمع المدني اللي كان طول الوقت في ظهر المحارب المصري، أكيد أكيد الشهداء. أكيد تمام، وتوفيق ربنا فوق كل اكيد الحاجات يا دي. فندم، اكيد طبعا. يعني احنا كلنا كنا مؤمنين بأن ربنا معانا حقيقة، يعني لأننا تعبنا كثيرا في التدريب، وكان عندنا عقيدة جديدة وروح معنوية عالية جدا 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 لا ايوه، تتخيلي. يا ترى إن الروح الواحد المعنوية يتمنى العالية يا فندم، دلوقتي، نعم الروح المعنوية العالية كان ايه سببها عالية في ظل كل أتمنى. الظروف اللي انتوا كنتوا محاطين بيها؟ طبعا كانت ايام الواحد بيتمنى ان اولادنا وشبابنا يعني يكون عنده هذه الروح. لو الروح دي موجوده ان شاء الله دلوقتي مع ظروف البلد ومع القياده الحكيمه دلوقتي، ان شاء الله مصر هتكون اكبر دوله في العالم باذن الله تعالى. طب يعني ممكن نطلب من حضرتك درس صغير كده حضرتك تقوله للشباب النهارده كنوع من انواع الوعي، ان هم يعرفوا يعني مدى تعبكم، مدى المجهود اللي انتوا عملتوه، مدى يعني انا مش متخيله ان في ناس ضحت بارواحها عشان احنا النهارده عايشين في كل عزه والكرامه دي. دي حضرتك حقيقة دي حقيقة، ده حضرتك اللي يا ريت أنا توجه بقوله. كلمه للشباب النهارده. والله يا فندم أنا يعني أنا كنت عايز أقول لهم الأول يعني ياخدوا فكرة بسيطة عن اللي حصل في الموقع أو في اللواء اللي أنا كنت فيه في اتفضل الحرب، اتفضل يا الناس فندم. بتعمل إيه، وشكل العام لصورة صغيرة أو مبسطة في قطاع من قطاعات القوات المسلحة. أنا كنت في الفرقة الثامنة دفاع جوي، ايوه وأحد جنودها كضابط إشارة في اللواء 107 دفاع جوي صواريخ. ايوه وأنتوا زي ما أنتوا عارفين حضراتكم إن حائط الصواريخ اللي اتبنت سنة 70 بمجهود وعرق المصريين كان من الحاجات العظيمة اللي عملها الفريق محمد علي فهمي والجيش المصري بقيادته العظيمه في ايام السيد انور السادات. أيوة اتبنى الحائط الصواريخ، دخلنا الحرب في اللواء 107 ده كان في قطاع الصلحيه القنطره. أيوة يوم 6 اكتوبر طبعا زي ما احنا عارفين وسمعنا من كل زمايلنا وحبايبنا اللي حصل في 6 اكتوبر أيوة والاقتحام بتاع الصاعقة والمشاة والخساتر الترابي أيوة وخط بارليف، الدفاع الجوي ليه دور تاني، الصواريخ انها في مواقع محصنة في الجانب الغربي اللي احنا فيه الناحية دي علشان تقدر تأمن الهجوم بتاع القوات اللي عبرت في سيناء في الشرق. أيوة اللي حصل يوم 6 اكتوبر طبعا لما القوات الكتيره اللي عبرت في الموجه الاولى، اللي حصل من كانت تقريبا الساعه 2 و5 ظهرا، من أيوة الساعه 3 لما بدا بقى العدو يفوق من الضربه الشديده ضربه الطيران والمدفعيه اللي تمت عليه، بدا الاشتباك مع الدفاع الجوي. طلع الطيران الاسرائيلي تقريبا من الساعه 3 يوم 8 يوم 6 اكتوبر اشتباكات به. الو الو، طيب الاتصال اتقطع. شكرا لحضرتك يا فندم، والف شكر لكل جندي ولكل حد شارك. واتفقنا ام اختلفنا مع ايديولوجية محمد انور السادات، فلازم نكون شاكرين له جدا ان هو كان صاحب الفضل مع كل جندي وكل شهيد وكل حد ضحى بروحه. كلهم كانوا اصحاب الفضل في ان احنا النهارده عندنا التاريخ المشرف ده، عندنا الاحساس بالعزه والكرامه. الف شكر، وكل سنه ومصر بخير، وكل سنه واحنا دايما دايما بنتشرف ان احنا نكون مع بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيده.
يسعدنا النهاردة إن احنا نتكلم عن موضوع، يعني مش موضوع الساعة بس، هو موضوع بصراحة كنا نتمنى إن هو يكون انتهى، بس للأسف اللي احنا شايفينه النهاردة إن الموضوع مستمر ومستمر وبيزداد. فالنهاردة احنا هنتكلم في الموضوع ده عشان نطمن كل الناس، نطمن كل الأمهات اللي ولادهم رايحين المدارس، نطمن كل حد رايح شغله، نطمن كل حد مضطر ان هو يقف في وسط زحام أو في وسط مجموعة من الناس. النهاردة هيكون موضوعنا عن الكورونا، ومعانا دكتور سمير عبد الرازق أمين عام شعبة المبدعين العرب. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا يا فندم. ومعانا دكتور رجب سلام مستشار العلمي لشعبة المبدعين العرب. أهلا بحضرتك. أهلاً يا فندم، نورتونا. عايزين ناخد من حضرتك يا دكتور سمير النهارده فكرة عن ليه الشعبة اهتمت بالكورونا أو بموضوع الكورونا وجائحة الكورونا. أولا هو سؤال جميل جدا وله حيثيات. يعني الشعبة أصلا سواء جاليات عربية في عواصم مختلفة، احنا في ديسمبر 2019 كان عندنا مديرين إقليميين عندهم نفس الأعراض، وبطبيعة الحال ان انا طبيعي ان انا هطمن على هذا، لكن ما كانش معروف انه كوفيد 19 ولا كده، كان نفس الاعراض واخد فترات طويله. لكن لما كتر وبدا نعرف ان ده كورونا وان ده ممكن يجي لمصر، بدات اتعامل معاه على اني لازم اعرف. عمليه تسخير، انا في رايي انها عمليه تسخير من ربنا لينا ان احنا يبقى عندنا المعلومات يمكن قبل دول. بمعنى ان انا عندي مرضى مثلا في 16 مدرسه طبيه في العالم، ممكن ابقى في مدريد وفي نيويورك، ممكن ابقى في فرنسا، ممكن ابقى في برلين، وكل مريض عنده دواء بشكل معين. يعني منظومه عالميه. طبعا احنا يعني كشعبه مبدعين عربي كان عمليه اطمئنان فقط على اعضاء الشعبه اللي هم بيتعرضوا لهذه الاعراض. لما بدات الصوره العامه ان دي كورونا، كنا احنا توصلنا ان في بروتوكول مطبق في المانيا، وفي بروتوكول مطبق في نيويورك، في مدريد، وفي في مصر. بدات الدنيا تبقى كده، ولذلك اول مقال علمي مكتوب كتبته انا اسمه انعزل فمعك لقاحك، وكان فيه الحل اللي وصلنا ليه في شهر 9. ايوه. فالشعبه فيها طبعا مجموعه اطباء قوميين على مستوى العالم اللي هو بقالهم سنين طويله في عواصم العالم وبيحن بشده لوطنه الام اللي هو العرب. فدي مكنتني حتى ان انا استغل الاطباء اللي هم العالميين اللي هم اصلهم عرب في اني اعمل منظومه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، واللي ما زالت ساريه حاليا وحاليا موجوده في العراق. ايوه. وبتعالج كم كبير جدا وبنجاح شديد. ايوه. دكتور رجب، عايزين نسال حضرتك، يا ترى فحوصات الدم بتكون كافيه ان احنا نعرف ان المريض ده عنده كورونا، ولا لازم كمان يتعمل مسحه؟ طيب، هو خليني بدايه اهني الشعب المصري واهني حضرتك والدكتور سمير اللي شرف لي ان انا موجود معاه النهارده. كل سنه حضرتك طيب يا فندم. بانتصارات حرب اكتوبر المجيده. كل سنه حضرتك. طبعا حضرتك سالت سؤال مهم جدا، فاحنا خلينا نستفيد ونقول ان الحلقه النهارده عشان معظم الناس تستفيد من جائحه كوفيد 19 على مستوى العالم كله. سؤال التشخيص المبدئي بالنسبه للتحاليل، خلينا في اتفاقات نتفق عليها اسس ان موضوع التحليل لوحده غير كافي. غير كافي ان انا اعتمد اقول اشخص الحاله ان دي حاله كورونا او كوفيد 19 بالتحليل بس. أي. التحليل جانا من العلماء عندنا، الاطباء اللي موجودين في مصر او على مستوى العالم، او الاطباء اللي موجودين في شعبه المبدعين العرب، قالوا ان هو التحليل بيبقى حاجه مبدئيه، تشخيص مبدئي على اساس احكم عليه اعمل اشاعه او اعمل مسحه. أيوة. طيب احنا تغلبنا على هذا الامر كمان، قلنا ان احنا هنتعامل مع السيمتومز، الاعراض. اي مريض عنده اعراض ممكن يبتدي يعمل حاجه مبدئيه كتحليل مبدئي، سواء صوره الدم او السي ار بي او الفيرتين او الاي اس ار سرعه الترصيب او وظائف كبد، حاجه مبدئيه. لكن لقيناها مكلفه فاكتفينا ان احنا نعمل تحليل صوره الدم والسي ار بي والفيرتين والدي دايمر، وبناء عليه بنشوف الاعراض اللي عند المريض وبنتعامل مع الاعراض. يا ترى الاعراض دي يعني
بتكون ايه؟ سؤال جميل جدا لحضرتك، وخلينا نركز في ده، مهم جدا. مهمه جدا، عشان حصل تطور في الاعراض في الفتره الاخيره. لا، واولادنا داخلين مدارس يا فندم. تمام. ايوه يعني، ايوه طبعا طبعا. يا ريت حضرتك تتكلم على الاعراض كمان الخاصه بالاطفال، يا ريت. جدا. ايوه. طيب، هو الاعراض عامه بصوره عامه بالنسبه للكبار، احنا قلنا اول حاجه لازم يكون عنده كحه ناشفه. ايوه. دي في النفس، ارتفاع في درجه الحراره. التلات اعراض مع بعض دول اللي كان بدايه الكوفيد 19 لقيناها، ولقيناها مع اطبائنا، لقيناها موجوده، لكن في حاجات برضو حصل لها تطور وبقت موجوده. بالزبط. زي فقدان حاسه التذوق. أيوة. حاسه الشم، صداع، ترجيع، كل الحاجات دي ابتدت ممكن تكون من السيمتومز بالنسبه لي كورونا. أيوة. لو اتفق او وجود تلات اعراض من دول، يبقى لازم المريض يعزل نفسه وبعدين يعني يبتدي يعمل تحليل. يعني مش مهم الاعراض كامله. لا، مش كاملة ممكن. أيوة. مش كاملة ممكن حد يجي له ارتفاع. طب ايه العرض اللي فيهم اللي لازم بيكون موجود؟ ارتفاع در... لا مش لازم، ملهاش ملهاش رولز. يعني ممكن تيجي كورونا من غير ارتفاع في درجة الحرارة مثلا؟ وارد، وارد جدا. وبتختلف من مريض لآخر. بمعنى زي الدكتور سمير ما بيقول، ممكن مريض مثلا يبقى عنده فقدان حاسة الشم والتذوق فقط لا غير. همدان الجسم هو اللي لقينا العرض اللي احيانا هو ارتفاع درجة الحرارة، بيكون جنرال مع معظم الحالات لكن مش كل الحالات. أيوة. احنا بنقول لحضرتك الكلام ده دلوقتي طول الوقت الناس بتربط ارتفاع درجه الحراره بالكورونا. لا، ما انا بقول لحضرتك امتى بقى يبتدي ياخد باله ان ارتفاع درجه الحراره من الحاجات اللي هي فعلا المسببه لكورونا او يكون في كورونا. لو الحراره ابتدى ياخد الادويه اللي احنا طبعا مش هنقول اسمها عشان ما تعتبرش دعايه. أيوة. ياخد الادويه الخاصه بارتفاع درجه الحراره وابتدت الحراره ما تنزلش، لازم هنا فعلا فعلا يبتدي يعزل نفسه ويبتدي بالتحليل ويعمل الاشعه. أيوة. جزء المسحات، نقطة أخيرة لازم أتكلم فيها، المسحات من الحاجات اللي هي الدقيقة جدا 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 طبعاً في تشخيص الكوفيد 19. أيوة. لكن مش كل الناس تقدر تعملها. يعني مش كل الناس، هي حاليا مش متاحة. مش كل متاحة الناس. أيوة. خلينا متفقين. أيوة. لكن إيه بقى إحنا بنتغلب عليها، وطبعا دي اتعلمتها من أستاذ الدكتور سمير، إن إحنا الحالات كلها بنتعامل مع السيمتومز، الأعراض. أيوة. المريض يبتدي جاله أعراض، على ما يعمل تحاليل أو يعمل إشاعة يتعزل وياخد البروتوكول العلاج الخاص به من خلال اللي موجود عنده، سواء ارتفاع حرارة أو ترجيع أو ضيق النفس حسب الأعراض اللي موجود. يعني يا دكتور سمير، نقدر نتكلم على الآليات اللي حضراتكم بتتخذوها لمواجهة المرض؟ أولا بداية المبادرة، هي مش مبادرة كلامية زي دكتور، مبادرة فعلية، وكان في اختلاط تام مع المرضى في نتائج مبهرة. احنا في وقت معين الناس للأسف الشديد الحكومة بتعمل حاجات جميلة جدا، ولكن الكثير بيتناسى الأشياء اللي هي تمت لنا. يعني المفروض ان انا اشكر اللي قام بصنيع جيد. هل الدولة المصرية قامت بدور جيد في علاج؟ الدولة المصرية من اوائل الدول التي تعاملت بأخلاق شديدة مع مرضى كورونا. يعني لم يقدم شاب في العلاج على كبير السن زي دول كبيرة جدا. احنا كمجتمع مدني شايفين ان الدولة، بمعنى ايه يا فندم؟ يعني في دول من كتر الضغط وعدد المصابين وعنده عدد من الاسرة، يعني كانت تقول ان الشباب اولى. عدد من الاسرة رعاية، فبيبتدي يا فندم دي روح. بياخد الشباب، وفي بقى حاجات مش مجالها. أيوة سياسيا. أنا كمخططات. أيوة. وفي حاجات مقصودة، لكن احنا بنتكلم على دايرتنا الصحية. أيوة. احنا هنا كمجتمع مدني، هل اسال نفسي الاول، هل الدوله قامت بدورها؟ قامت بدورها بشكل كبير جدا فعلا. طب ليه كان لازم اعمل منظومه اولا على سنتريس واعملها منظومه مجانيه وتبقى بشكل علمي شديد؟ أي. عشان اقدر اعممها على مستوى الدوله. اي معظم القرى بيخجل انه يبقى عنده كورونا. بالظبط. وبالتالي احنا فتحنا المعامل مجانيا. تنمر يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك انا من بالقاس. لا، ما انا هقول لك يعني اول حاله كورونا ظهرت. أيوة. واول تنمر حصل على حالات. أيوة. الكورونا. صح. بس الحمد لله، الحمد لله، يعني كنا قدها وقدود والتزمنا والحمد لله. يعني بعد كده اصبحنا احنا مثل اعلى لكل الناس الحمد لله. اما بدا كورونا تغزو مصر واحنا عندنا المعلومات زي ما قلت لحضرتك، اول مقاله علميه انا كاتبها على ونشرت على مستوى كل مش عايز اقول لك، لدرجة انها خدت مترجمة وورلد نيوز. أي. لانها كانت علمية جدا بناء على المعلومات اللي انا خدتها من مرضايا بتوع الشعبة اللي هم في عواصم العالم. لما بدأنا نخش في الجنوب وقرى كتير تصاب، المفروض ان انا امين عام شعبة وعندي مديرين اقليميين، فبقى ينطلب حاجات كتير جدا من وزارة الصحة.
عملت مبادرة جميلة جدا، منها أخفف الضغط علي كأمين عام، لكن كانت مبادرة مباركة بمعنى. أنا قلت لهم هنعكس العداد، بدل ما أنا دايما بعد عدد المصابين طبقا لعدد السكان، يعني احنا دلوقتي بنقول 102,000 103,000 110 مليون. أي. قلت لهم احنا هنعكس العداد بمعنى هل ال 110 مليون يقدروا يعالجوا 102,000 مصاب؟ وينزل على القريه، القريه اللي فيها 50,000 عندها كم مصاب؟ أي. عندها 1000 مصاب 2000 مصاب، احنا نقدر نطبق حديث النبي عليه الصلاه والسلام داو مرضاكم بالصدقه. لو كل طفل دافع 5 جنيه ومين عارف دي مين المبادره اللي حضرتك عملتها، المبادره اللي نجحت جدا وهنخش علميا ازاي جت يعني. فقلنا القرى دي انت هتبتدي تجمع صدقه بنيه شفاء، وتبتدي توجه المخزون او الفلوس الكامله اللي تم تجميعها للمرضى دون سقف. طب الاليه العلميه ايه عشان المرضى والامر؟ انا مريض حسيت باعراض، انا فاتح له معمل ببلاش، اروح المعمل اعمل تحليل دم. تحليل دم كنا بنوصل ل 110 حاله تحليل دم يومي. في الاطباء درجتين، في درجه بتحدد هل تحليل الدم ده فيه ما اللي خلينا نقول ده اشتباه كورونا. بنبتدي نحجز اللي هو اشتباه كورونا، يعرض ليلا على اطباء نوعين، اطباء من الخارج منهم كورونا لندن حسين سردار دكتور كفاح قطر. احنا عندنا 50,000 طبيب عربي في حاجه اسمها قوميون عرب، عندهم استعداد مش ما بياخدوش فلوس الجيش الابيض، يقوموا بدور كامل. احنا بننتهز الفرصه يا جماعه، وتحيه لكل الجيش الابيض، لان بالفعل الفتره اللي فاتت من شهر 3 للنهارده الناس دي تعبت جدا، وتحيه تقدير، وطبعا الله يرحم كل شهداء الجيش الابيض اللي توفوا بمرض الكورونا. فالمريض بيخش يعمل الخطوه الاولى، عمل تحليل بقى فيه اشتباه، صوره الدم بتسمع، نبتدي نعمل له اشعه مقطعيه على المنظومه. حضرتك معانا مداخله؟ اتفضلي. معانا مداخله من استاذه ساميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. انا بحييك حي يوسف. اهلا بحضرتك. دلوقتي انتوا بتتكلموا على موضوع كورونا. احنا دلوقتي استنى اسبوع هندخل الدراسه، هيبقى مطلوب مننا ان احنا ننبه على كل طالبه ان هي يكون معاها الكمامه بتاعتها. 90% من طالباتنا حالتهم الاقتصاديه ما فيش. يبقى انا دلوقتي المدرسه المفروض يوصل لك كمامه امنه وتكون صحيه. يا استاذه ساميه، احنا الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الموضوع ده فعلا، ووزير التربيه والتعليم قال ان شاء الله هيكون متواجد في المدارس، واحنا كمان وجهنا للمجتمع المدني ان اي مدرسه يا جماعه يكون ناقص فيها الحاجات دي، نتمنى ان يكون في تبرعات عينيه، يعني مثلا علب الجلافز، علب الكمامات، الماسكس، الحاجات دي تبقى تبرعات عينيه للمدارس عشان صحه ولادنا. بالفعل يا فندم احنا تناولنا الموضوع ده الحلقه اللي فاتت. ايوه، يا ريت يتوفر كل مدرسه كده، لان احنا ما عندناش استعداد ان احنا نرجع طالبها علشان ما معهاش كمامه. لا طبعا ما ينفعش. يا ريت اداره كل مدرسه تكون موفره للطالبات الحاجات دي. ان شاء الله ده هيكون ان شاء الله من الوزاره ومن المجتمع المدني بالتعاون مع مدير المدارس ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم. مع الف سلامه يا فندم. تفضل حضرتك، احنا اسفين على المقاطعه. اما طبقنا منظومه شعبه المبدعين لعلاج كورونا في قرى مختلفه على مستوى الجمهوريه، كان فيها حاجات، منها ان بعض المعامل بتمرض فبتقفل. معامل بتمرض؟ طبعا، يعني القائمين على المعامل يعني ما فيش بديل؟ لا، ده بيمرض بيتضخم كاملا، وفي دور اشعه بالكامل قفلت عشان اصيب كله، زي اطبائنا الابطال اللي هم اصيبوا. يعني ما بيتمش مثلا تعقيم المكان ويبقى في بديل للي تم اصابته؟ اصل احنا بنتكلم على معامل خاصه. معامل خاصه. يعني هو اصيب فبيقفل. لما المنوفيه مرضت في وقت البلد تشبعت بعدد الامراض كورونا، فبقى طبيعي ان انا اقوم بالمنظومه دي في قريتي اللي هي سنتريس. ايوه. عملنا المنظومه دي مجانيه كاملا، بدءا من التحليل للاشعه للتشخيص، والتشخيص بيخضع لحاجتين. اطباء من الخارج مجانا بتوع الشعبه، زائد مدير عزل بسعر واجر اسبوعي على اعلى مستوى. وبمجرد ما بنعرض التحاليل
والاشعه على الاطباء بينزل الروشتة. ايوه الروشتة دي انا بجيبها على حساب المنظومه. طيب كويس جدا. وابتدي اديها له مش يعني كده بس. يعني مش كده بس كل. مش كده بس مفتوح له صفحه واتس وهو معايا في القريه او في القريه اللي جنبي، بتابعه يوميا زائد 3-4 أيام زيارات شخصيه. يعني انا اللي كنت بقوم بزياره المريض للجانب النفسي والجانب الغذائي ده في حدود 1270 داخل القريه، تم شفائهم تماما لدار القريه دلوقتي ما شاء الله. لكن في 14,000 حاله شفاء على مستوى جمهوريه مصر العربيه من خلال الواتس ومن خلال الدكتور يعني رجب ما شاء الله. مجهود يعني الدكتور رجب يا جماعه والله يعني انا بحييكم والله المجهود ده. الدكتور رجب في مجموعه اطباء يعني انا اسعدني ان انا اشكرهم على الهوا في الكلام يعني. يعني في القاهره طبعا اطباء اللي هم لندن، الدكتور حسين سيريدار ده بروفيسور على اعلى مستوى في العالم، الدكتور كفاح كاتو عراقي برلين، والدكتور محمد رشدي، الدكتور احمد جلال، الدكتور امجد الحداد، الدكتور رجب كان بيقوم بالمتابعه زي 18 ساعه في اليوم. طيب هنستاذن حضرتك في فاصل قصير وهنعاود الكلام تاني عن دكتور رجب. اتفضلوا يا فندم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة تانية وحديثنا النهاردة عن موضوعنا عن جائحة الكورونا. دكتور رجب بصفة حضرتك المستشار العلمي لشعبة المبدعين العرب، حضرتك تقييمك إيه التجربة بتاعت؟ طيب هو أولا سؤال حضرتك مهم جدا جدا وحقيقة حضرتك عليه. طبعا المبدعين العرب حاجة كبيرة جدا جدا على مستوى الوطن العربي اللي أنا يعني فخور وبتشرف إن أنا أحد أعضائها مع أمين الشعبة طبعا دكتور سمير. حضرتك اتكلمت دلوقتي عن بعض الحاجات اللي الدولة يجب أن تقوم بيها. المبدعين العرب من الحاجات اللي أنا بقيت فخور بيها جدا جدا إن هي كانت بتقوم بدورها في مساعدة الدولة المصرية في جائحة كورونا. المبدعين العرب كان يميزها الانضباط، السرعة، الالتزام، السرية، ودي من الحاجات اللي كانت أيوة مهمة جدا جدا أيوة جدا أكيد في منظومة المبدعين العرب. أيوة. الاستفادة الأولانية اللي لقيت فيه سرعة في الإجراءات مهمة جدا. كمان في نقطة مهمة جدا جدا يجب أن أنا أنوه عنها، الدكتور سمير ذكرها في كلامه، هي موضوع أن في قريتنا الصغيرة اللي هي بنتشرف بيها سنتريس كان جائحة كورونا بالتبرعات المجانية. فإحنا لو قلنا هنا أن إحنا كفرد من مجموعة المبدعين العرب قمت بدوري تجاه بلدي قرية الصغيرة وحاولنا نساعد بعضنا ونقوم بدورنا تجاه دولتنا الحبيبة مصر، هتلاقي الأمور كلها عدت بسهولة جدا جدا يعني. فأنا المبدعين العرب يعني أنا بشكرهم. معلش هنستأذن حضرتك لأن المداخلة دي تاني مرة النهاردة يتصل بينا. معانا العقيد وليد، أهلا بحضرتك يا فندم. يبقى هيبقى فيه ثالث مره. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. فالمبدعين العرب زي ما بقول لحضرتك احنا تمت على مستوى القريه الصغيره كانت بالطريقه المجانيه جدا، تبرعات مجانيه كلها، الناس كانت بتعمل يعني كلها كانت بناء على تبرعات المجتمع المدني طبعا. بس انا في نقطه مهمه جدا زائد الشعبه. بشكر الشعبه والمنظومه على ده لان هي كان لها الجزء الاكبر في التبرعات. يعني المنظومه ما كانتش تبرعات فقط لا غير. طب رجع لنا الاتصال تاني. اهلا بحضرتك يا فندم لثالث مره. الو السلام عليكم يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم نورتنا. العقيد وليد ابو العز مع حضرتك. اهلا يا فندم بحضرتك واسفين طبعا على التاخير على الرد على حضرتك. لا مفيش مشكله يعني انا من مركز أشمون وشفت بعيني فعلا الدور اللي قام به الدكتور سمير والدكتور رجب وشعبة المبدعين العرب. نموذج مشرف ويعني في العلاج والوقاية وأسلوب الإدارة حتى فعلا زي ما الدكتور رجب لسه قايل حاليا السرية. أيوة. كما حدش في بداية مرض كورونا كانت المشكلة إن المريض بيبقى شيء يعني مشين شوية والناس بتتجنبه. للأسف كان في تنمر فعلا على حالات كتير من حالات الكورونا. تمام
مع حضرتك يا فندم، فكان نموذج مشرف. يعني انا بصراحه ما شفتش ازمه غديره بالشكل، يعني وكانت نسبه النجاح كبيره، وفيات تقريبا لا تذكر يعني تقريبا، فكانت حاجه جميله. فانا بشكر الدكتور سمير والدكتور رجاء ابو شرف، النموذج المشرف ده يتكرر دايما ونشوف. نتمنى ذلك طبعا. شكرا كابتن وليد، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لحضرتك وعلى المداخله دي، اتفضل. طيب طبعا انا بشكر سياده العقيد طبعا على كلامه يعني، وده تاج على رؤوسنا، وهو احد افراد القوات المسلحه اللي بنشرف بيهم. اه طبعا والله نسينا نقول له كل سنه وحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك وانا عايز اقول له كل سنه وحضرتك طيب. سياده العقيد وليد من الناس اللي بنفخر بيها طبعا في مركز اشمون. فزي ما قلت لحضرتك طبعا المنظومه من الحاجات اللي كان ليها دور مهم جدا هي التبرعات ومساعده الدوله المصريه، وقامت بدورها تجاه دولتها واتجاه بلدها والتبرعات. والنقطه المهمه والاهم كانت غير السرعه وغير التشخيص المبكر هي موضوع السريه. بالظبط، طالما المريض جداً ملتزم بالعزل، اعتقد عشان كمان الناس تتشجع ان هي تجيلكم تيجي، ودي نقطه مهمه جدا. المريض طالما عرف ان عنده كورونا والتزم بالعزل المنزلي، اللي طبعا دكتور سمير هينوع عنه انه مهم جدا جدا، ويمكن اثبت نجاح كبير جدا عن العزل اللي في المستشفيات سواء الحكومي او الخاص. فطبعا انا بشكر المنظومه. طب يعني اتفضل. معلش دكتور سمير اسمح لي في سؤال كده بقى ملح لازم اساله لحضرتك. يا ترى العزل المنزلي بيقلل من جهود الدوله في مكافحه الكورونا عبر المستشفيات؟ احنا قلنا الدوله بامانه، مش عشان انا برنامج، الدوله قامت بدور رائع، بدليل ان حتى البروتوكولات العلاج ال 30 اللي احنا طلعنا منهم، ده الكذب العلمي على مستوى العالم بقى بصراحه، 30 بروتوكول علاج لكل الحالات. أيوة. يعني ممكن حاله اللي اعراضها كذا علاجها كذا معروفه. أيوة. وبالساعه والدقيقه واليوم الثالث يحصل له والسادس يحصل له ايه. أيوة. دون ادنى خسائر الحمد لله، ما شاء الله، في الارواح. لكن السؤال اللي حضرتك سالتيه، الدوله عملت مجهود رائع، انت سالتي رائع من العزل اول ما بدا من يوم 15 مارس. فعلا بامانه احنا الدوله فيها 200 الف سرير رعايه، المستشفيات خاصه 60. هنستاذن حضرتك، معانا مداخله من الحاج اسماعيل. الو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، نورتنا. عايز اشكر الدكتور سمير والدكتور رجب على المجهود اللي قاموا بيه. والله احنا كمان بنشكرهم بحضرتك يا فندم، والله بجد يعني شيء مشرف جدا المنظومه اللي اشتغلوا عليها. اي حد جنيه واحد في زراعه التطبيق، والدكتور رجب طبعا كان في السعوديه علم باكبر دور وهو في السعوديه. ما شاء الله، ربنا يخليك، ربنا يخليك. كلهم بخدمه البلد. الدكتور سمير، شكرا. احنا بنشكرهم شكر بصراحه ربنا يعني لمن الايه. احنا كمان شرف لينا ان هم معانا النهارده. ربنا يكرمهم. وشرف لينا مكالمه حضرتك طبعا. يا رب العالمين. يا رب، اللهم امين. شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا. متشكرين قوي، متشكرين قوي. شكرا. اتفضل حضرتك معايا. العزل المنزلي ليه اسرع وليه ادانا ملاحظات لم تخرج عن المنظمه نفسها. أيوة. العزل المنزلي المريض محتاج نمره واحد 50-60% الحاله النفسيه. أيوة. الحاله النفسيه لمريض معزول في عزل حكومي بتبقى اقل اكيد من انه معزول جوه بيته حتى وان كان منعزل عن اسرته. النقطه الثانيه ان احنا كنا عندنا برنامج يعني اثناء العلاج، العلاج عايزين ناخده تفاصيل عشان المشاهد يستفيد منه. انت بتعمل اشعتك وبتعمل فحوصك وترفعها على الرقم، مجرد ما ترفعها وانت ببيتك ما بتطلعش الا وانت على حاله شفاء كامله، بمعنى ان شاء الله. ان بيعرض هذا على كبار الاطباء في الخارج والداخل يبتدي ينزل لي روشته. وجدت حضرتك حالات وفيات في لا ليه؟ ما شاء الله. اقول لك ليه. ايوه. المرض ده كلمتين، دقة وعزل الجانب النفسي. ايوه. زي ما قلنا اكتوبر دلوقتي، واكتوبر احنا انتصرنا ليه؟ لان احنا ما خفناش. بالظبط. احنا كنا مضغوطين قوي لدرجة ما نخافش، والسبب الرئيسي ان انا اشتغل كورونا بنفسي واعمل عزل واتعامل مع كافة مع 1270 دول تعامل شخصي، قاعد شخصي معاهم. عدلهم. بتكلم كتير معاهم وبروح لهم. ما وليس كل في ملاحظات، ليس كل مخالط مصاب. طيب معانا مداخله من استاذ محمد علي، اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا فندم؟ حابب اشكر حضرتك مدام حسن ابو الحسن على وقوفك جنب شعب بلقاس
وعمل مبادره بالاسعد واحده حابب اشكر حضرتك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك. كل الشكر يا مدام. اصل اللي بيشتغل في بلده بيشتغل لناسه لاهله، بيشتغل لان هو قبل ما هيفيد الناس هيفيد نفسه، بان هو لما الناس دي تخف وتكون كويسه فهو بالتالي مش هيحصل عدوى الاولى لاولاده. مظبوط. واكيد اكيد ده واجبنا كلنا ناحيه بلدنا وناحيه على الاقل المدينه او المركز اللي احنا عايشين فيه. كل الدعم يا مدام. يا فندم شكرا لحضرتك، نورتني. شكرا يا فندم. ان شاء الله. في حاجة عايز أسأل حضرتك عليها دكتور. حضرتك ذكرت أن حضرتك كنت في السعودية في الرياض. أيوة تمام. طب يا ترى متابعة الحالات وحضرتك بعيد، حلو، ده كان كافي؟ طيب سؤال جميل جدا جدا. أنا قلت لحضرتك في بداية كلامي أن أنا استفدت من المنظومة. يعني احنا كنا شايفين هنا مثلا الدكاترة في المستشفيات ما بيناموش الليل، يعني كنا بنشوفهم حتى في الصور واقعين على الارض من كتر التعب. فحضرتك كنت في بلد تانية خالص. بلد تانية فعلا. أيوة. كنت بتابع حالات بالتليفون. انا طبعا المنظومه كان لها دور مهم في النقطه دي. ايوه. احنا لينا بروتوكول المنظومه عامه. لما بقول احنا يبقى انا بتكلم. أيوة طبعا باسم شعبه المبدعين. ايوه ايوه. بروتوكول اول حاجه مع المريض اما بنتواصل معاه مباشره تليفونيا او عن طريق الواتس. وهو في بيته وهو في العزل. هو في العزل في اوضه لوحده. حتى لو عنده قال انا عندي كورونا، احنا مش هنقول ان احنا طبعا بنكمل على الاخر، لكن عايزين نتاكد هل السيمتومز الاعراض اللي موجوده هل هي كورونا ولا حاجه تانية. بالظبط. فيجب ان هو اولا بيبعت لنا التحاليل، بيبعت لنا الاشاعات بتاعته، وبعد كده يعني دلوقتي ظهرت حد تعب عنده كويس اعراض. كويس. عمل تحاليل. كويس. وعمل اشعه. حلو. اشعه الصدر طبعا. جميل طبعا. أي بيبعتها لكم. حلو. ولما يبعتها لكم انتوا بقى بتبداوا ايه رحله العلاج يا دكتور. اتفضل يا فندم. بيبعت الاشعه بالتقرير بالفحوص بالاعراض بالامراض السابقه، وبعدين العمر والاطباء يبتدوا كانهم شايفينه. أيوة. ينزل بروتوكول خاص بالمريض. اتفضل. أيوة. تمام. هو زي ما الدكتور سمير قال بالنسبه لي الحاله مش موضوع تحاليل بس، ما هو ممكن حضرتك دلوقتي بعد المريض بعت بالنسبه للتحاليل وبعت الاشاعات بس ما بعتش هل هو كرونيك بيشنت ولا لا، هل هو عنده امراض مزمنه، سكر، ضغط، مريض قلب، لازم الحاجات دي يبعتها. أيوة. ليه؟ لان هنا في نقطه مهمه جدا جدا. أيوة. البروتوكول بالنسبه لعلاج كورونا مفيش حاجه ستيبل، مفيش حاجه ثابته. طب هنستاذن حضرتك. اتفضل. وهنستاذن كمان الكنترول ان دي تكون اخر مداخله معانا يا جماعه، لان بالفعل الموضوع مهم جدا. طبعا. فاحنا معانا استاذ اشرف هيكون اخر مداخله ان شاء الله. اتفضل يا فندم. الو. الو يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، نورتنا. الله ينور عليك يا فندم. انا بس كنت عايز، انا شاهد عيان وبحب اشكر بصفه خاصه وعن البلد كلها، انا من قريه سنتريس. احب اشكر الدكتور سمير عبد الرازق هو وفريق العمل اللي كان وراه واللي كان معاه، ما شاء الله، على المجهود الجبار اللي عملوه في ازمه كورونا يا فندم. مهما نتكلم ومهما نقول ما ننفرش حقهم يا فندم. ما شاء الله. وازاي الامانه والسريه التامه اللي كانوا بيتعاملوا بيها. هي فعلا دي اهم حاجه بالنسبه طبعا للمريض. فعلا طبعا. دي كفايه امانه بعد كده. أمانة. مفيش مع الدكتور سمير. عشان كده احنا بنتشرف بوجودهم النهارده. ودي اقل حاجه ليهم يا فندم. الله يخليك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. 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 ما شاء الله انت الحلقه بتاعتك. ما شاء الله بيبقى عندنا مداخلات كتير. كتير والله يا فندم من اول حلقه. ما شاء الله. الحمد لله. ان احنا لا، ما احنا بقى خلاص استاذنا الكنترول ان ما يكونش فيه مداخلات، لان فعلا الناس محتاجين. اكيد ما ممكن حد يعمل مداخله على اساس عايز معلومه. معلومه او يتواصل. انت هتنزلي الرقم على انه. طب يا ترى اللي تم بقى بعد كده سواء في العراق او في اي دوله اخرى كانت نفس البروتوكولات اللي كانت في مصر؟ اولا احنا هنا نجحنا بناء على نجاح الدوله المصريه، لان ما ينفعش ان انا اقول انا عملت بروتوكولات خاصه. هي كانت مبنيه على البروتوكول الخاص بمصر، لكن مع مساعدات الاطباء اللي هم قوميون، اللي هم مش عايز اقول لك 50,000 طبيب على مستوى العالم، مش عايز اقول لك ملائكه يعني. اما يديني 3 ساعات يوميا من 11 ل 2 بالليل، لو قلت لك الطريقه هتحس انها كانت الدكتور رجب كان بيشتغل 15 ساعه. انا بشتغل بنام ساعتين بالظبط، لان انا كان عندي 6 الصبح يوصل الدواء البيت، 2 بالليل بتيجي الروشتة. في حاجه تانية، الادويه نفسها ومدى توفرها لان الشعبه. ايوه بالظبط. فيها نقاب السيرلا. انا كنت هسال حضرتك بصراحه يعني على كده. معانا ما شاء الله الادويه موجوده ومتوفره، نقيب السيرلا العرب، ومعانا سيرلا المصريين،
وفي في في بجد شيء مشرف جدا. لا الشعبه ملايين وكلهم مجموعه بتحب البلد. ايوه هنعمل كذا هنعمله بصرف النظر لينا ولا لا. طيب حضرتك شايف ان الموجه الثانيه بقى اللي احنا النهارده بنواجهها ازاي نتغلب عليها؟ ويا ريت دكتور رجب كمان يقول لنا نصيحه للامهات اللي اولادهم رايحين بقى المدارس. وسريعا لان وقت برنامجنا خلاص قرب. دكتور رجب هيتكلم في النقطه دي. ما حضرتك دكتور سمير هو يتكلم في جزء الجائحه. يا ريت نتغلب ازاي على الجائحه يا فندم. اتفضل. اللي احنا بنتكلم دلوقتي هل في موجه ثانيه ولا موجه ثانيه بالظبط؟ هنتكلم كلام برضو في حكايه يعني يكون سريعا كده في المجمل سريع عشان بس أيوة. في ارجو الناس تعرف ان في حاجه اسمها توازن. في نقطه توازن يعني احنا بنقول الموجه الثانيه لها مسببات. أيوة. المسبب الاول الحاله النفسيه بتاع المواطن اللي منتظر الجائحه انه خايف. أيوة. طول الوقت بالظبط. الموجه السبب الثاني اللي مش مفاجاه بدوروا عليه الكمامه نفسها زي ما هي اداه حفاظ هتبقى اداه سبب. بمعنى اما يبقى حد لابس كمامه من فجرا حتى المغرب ده مش ده مسببه للمرض. بمعنى الكمامه مشكله اما ترتدى باكتر من. أيوة. الوقت ال 20 دقيقه بالظبط. أيوة. يعني البس كمامه ولازم اتنفس طبيعي. أيوة. لازم اقول ليه؟ ايوه طبعا. الاطفال دون ال 12 ما يلبسش كمامه اصلا. انا مش هعرف اقول معلومه كامله. اتفضل معاك. يا بشرى ورايا. النقطة الثانية أما البني آدم بيتعرض ل 1.8 ميجا هرتز اللي هو الشبكات بيبقى جسمه أصلا بيتحول ماء جسمه ماء قلوي الماء حمضي قابل للإصابة أصلا. طب الحاجة الثالثة قلنا الجانب النفسي. طب اتفضل يا دكتور قول لنا بقى عشان ما طيب هو تكملة لكلام الدكتور سمير بس عشان وقت الحلقة. الجانب النفسي ده مش مجرد كلام. الجانب النفسي من الحاجات اللي تعدل 80% من نجاح بروتوكول العلاج. ايه الدليل؟ أي. الدليل ان احنا على حالات العزل المنزلي اللي كانت معانا اللي بتعدي 1300 حالة على مستوى القرية وحوالي 14000 حالة على مستوى الجمهورية كان الشفاء بتاعها بيكون اسرع من الحالات اللي كانت موجودة في المستشفيات سواء الحكومية او الخاصة. ليه؟ لان احنا كنا بنتعامل دايركت سواء تليفونيا او الدكتور سمير بيتعامل فيس تو فيس مع المريض نفسه. فدي مهمة جدا ان انا على قد ما اقدر ما اخوفش المريض وان الموضوع الجائحة بسيط جدا. ما تقلقوش يا جماعة. بس ان شاء الله خير. بإذن الله ان انا بتعامل بصورة ان هو مرض زي اي مرض عدو خفي بس التزم بالبروتوكول العلاجي. انا بس هستأذن حضرتك يا دكتور ان حضرتك بس تقول لنا الرقم اللي لو اي حد شك في موضوع الكورونا يكلمكم. هو في ارقام كتير يعني على اساس هو رقم واحد بس عشان الناس تتواصل من خلاله بسرعه. الاول الرقم هيجي عليه ايه؟ ما حضرتك قلت 00001. ايوه 9657. يا ريت لو ممكن نكتبه على الشاشه. 918 ده رقم واتس. 01967579918 بيجي عليه الاشعه بالتقرير. أيوة. فحوص الدم الاعراض. هو مجرد ما يلتقي معانا بينفتح له صفحه. أيوة. كانه غرفه في مستشفى كبيره. احنا بجد يعني بنشكر حضراتكم جدا جدا على اللقاء الممتع ده ونورتونا وسعدنا بلقائكم. كان معانا النهارده دكتور سمير عبد الرازق امين عام شعبه المبدعين العرب وطبعا بنشكر حضرتك يا فندم. وكان معانا دكتور رجب سلام المستشار العلمي لشعبه المبدعين العرب. شكرا لحضراتكم. وطبعا مش هننسى في نهايه الحلقه ان احنا نشكر اللواء مجدي السباغ بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيده وكل سنه وشعب مصر جميعا بالف خير واحنا كلنا بنعتز بيه.